لحظات صغيرة لكن ذكريات كثيرة. ما هي الذكريات وما فائدتها في حياتنا؟ يعد الدماغ أحد أكبر أعضاء جسم الإنسان وأكثرها تعقيداً، وفي جزء ما هناك في الدماغ توجد الذاكرة. الذاكرة، وبالطبع لا أقصد هذه الذاكرة، هي أحد العمليات الإدراكية الهامة في جسم الإنسان، فتعد مستقبلاً لكل المعلومات من العالم الخارجي وتخزنها داخل العقل لاسترجاعها فيما بعد متى شئت. تذكر الأشياء الممتعة ونسيان الأشياء غير السارة هما وجهان لعملة واحدة رغم تناقضهما، فهما أمران ضروريان لعيش حياة طبيعية وحتى نصل إلى ما نحن عليه الآن. الحياة بدون ذاكرة أقرب للمستحيلة، فيعتمد بقاؤنا على قدرتنا على تذكر من نحن ومن هم الآخرون، فتسمح لنا الذاكرة بتذكر ذكريات الطفولة، وهي ذكريات اللعب والمرح والشقاوة وبهجة الأصدقاء، فمعهم لم ندرك أننا نصنع الذكريات، كنا نستمتع بوقتنا فقط، وبهجة ذكريات البيت الدافئ والعائلة، فكل فرد في العائلة له ذكرياته الخاصة التي تجعل منه شخصا سعيدا. وبينما تعلمنا الذكريات دروسا مهمة للحياة، فإنها تعلمنا أيضا المهارات التي يمكننا الحصول عليها مثل الرسم والغناء والتصوير. فعلى سبيل المثال، تعلم رسم الماندالا ليس بالأمر السهل من غير تدريب وممارسة، فتوضح لنا هذه الأمثلة أن امتلاك الذكريات أمر بالغ الأهمية. ذاكرتنا لا حدود لها، فهي تستطيع تخزين كم كبير من المعلومات، لذلك يجب أن نعتز بكل الأشياء التي نقوم بها أو قد قمنا بها سابقاً. فبدون الحفاظ على ذكرياتك، حتى أهم اللحظات في حياتك ستبدأ بالتلاشي بمرور الوقت، فإن قصة حياتك التي تتذكرها هي دليل على ما ستفعله غداً. الآن نختم بسؤال: هل تذكر المرة الأولى التي ذهبت بها للمدرسة دون قدوم أحد والديك معك؟